أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السبت أن مسيرة أطلقت من لبنان استهدفت مقر إقامة بنيامين نتنياهو في قيسرية. وأورد مكتب نتنياهو في بيان أنه وزوجته لم يكونا بالمنزل وقت الهجوم، مضيفا أن الحادث لم يوقع أي ضحايا. جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرة قادمة من لبنان أصابت منشأة في محيط مدينة قيسرية وسط إسرائيل من دون أن تتسبب بإصابات، فيما تم اعتراض مسيرتين أخريين. خبز